مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سؤال وجواب مع علي. بصيرني استضيف اليوم الأخصائية النفسية نانسي قاروت. مرحبا نانسي. مرحبا علي، كيفك؟ الحمد لله. سؤالي لليوم بيقول كيف فينا نحافظ على صحتنا وخاصة نحن عم نتعرض على ضغوطات كثيرة هالأيام؟ مظبوط، نحن عم نتعرض لحدث استثنائي عم نعيشه لأول مرة بحياتنا، وحدث صادم. كرمال هيك كتير مهم نكون عم نفكر بصحتنا حتى نحمي حالنا من اكتئاب، من توتر، من قلق مزمن وغيرها. وهيدا الشيء ما بصير إلا إذا عملنا توازن بين عدة صعد، من الصعيد النفسي، الصعيد الجسدي، الصعيد الفكري، العلائقي، الروحي وغيرها. وإذا بدي لخص كل شيء رح أقوله بهذه المقابلة بكلمتين، بقول رعاية ذاتية أو سيلف كير. رح أمرق على كل نقطة على حدة لفصلها أكثر. بلش بالصعيد الجسدي. لازم أخلق نظام غذائي صحي متوازن بحياتي، لأنه هذا الشيء كتير بيأثر على كمان صحتي النفسية. يعني الشق الجسدي كتير مرتبط بالشق النفسي. لازم كمان أحرص على إبقاء ساعات النوم بوقتها، وبالليل وتحديدا بالعتم، هذا الشيء كتير مهم. في كفي عم مارس الرياضة إن كان بالبيت أو برات البيت، مع أكيد مراعاة شروط المسافة الاجتماعية اللازمة. وبدي أعمل تمارين استرخاء، لأنه إحنا جسمنا عم يتشنج كتير، لأنه جسمنا بحالة تأهب من وراء الأحداث اللي عم بتصير بحياتنا، وعم يفرز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين اللي هن هرمونات كتير مفيدة للجسم. ولكن لما بنكون نحن بحالة تأهب ما عم تنتهي، ما عم تخلص، ومنا عارفين امتى عم تخلص، بأثروا هول الهرمونات على جسمنا، بخلوا في عنا تشنجات وأوجاع. دونك لازم نعمل تمارين استرخاء حتى نحمي حالنا من هيدي التشنجات. بنتقل للشق النفسي الانفعالي، واللي هو لازم نكون عم نواجه فيه مشاعرنا، عم نعرف نحن شو عم نحس، ونتقبل هيدي المشاعر ونروح فيها للآخر. لو هي كانت شوي مشاعر سلبية أوقات، ولكن نسمح لحالنا بهذه المشاعر، نعبر عنها بعدة طرق نحن بنرتاح فيها، يمكن بالغنى، يمكن بالرسم، يمكن عبالنا نبكي ما بيأثر إذا بكينا. بس نحن بنكون عارفين وعنا إدراك إنه نحن عم نفرغ هذه المشاعر تنرتاح، يعني ما نستسلم لهذه المشاعر. وإذا حسينا إنه هذه المشاعر عم بتسيطر علينا، نلجأ للمساعدة وللدعم من قبل الاختصاصيين. مهم كتير تمارين التنفس بهيدي الفترة، واللي هي إذا كانت جزء من حياتنا اليومية، تحمينا من عوارض مثل دقات قلب سريعة، نوبات غضب، تشنجات، وضيق بالتنفس وغيرها وغيرها. المايندفولنس أو اليقظة الكاملة كتير مهم تكون خلص، يعني مثل لايف ستايل أو جزء من حياتنا. نحن عم ناكل مايندفول ايتينج، نكون منتبهين وبكل حواسنا عم نستمتع بهيدي الاكله. اي شيء عم نعيشه نستمتع فيه، نعيش اللحظه مثل ما بيقولوا، ما نفكر الا بالشيء اللي نحن هلا عم نعمله. هذا الشيء بخلي عقلنا يكون مرتاح اكثر. وبما انه عم بحكي عن العقل، رح انتقل للشق الفكري والعقلي اللي كثير مهم بهيدي الفتره نكون عم نطوره. بما أنه صار معنا وقت أكثر من قبل، فينا نكون عم نقرأ، فينا نكون عم نحضر أفلام، فيها تكون أفلام وثائقية أو قراءات دوكيمنتريز وثائقية، وفيها تكون كمان روايات وأفلام ممتعة حتى نحن كمان نتسلى، نظهر من هيدا الجو الكئيب والصعب اللي عم نعيشه. بنتقل للجانب الروحي اللي فيه بدي أحكي عن الأشخاص اللي هن مؤمنين، بمارسوا طقوسهم الدينية، بيلجأوا للصلاة، للدعاء، للتسبيح. هذا شيء أثبتت الدراسات أنه كتير مهم وبيساعد الإنسان. والناس اللي بيروحوا أكتر يمكن ما بيمارسوا طقوسهم الدينية مثل غيرهم، بيلجأوا لتمارين التنفس وتمارين التأمل أكتر. مهم كتير نرجع لذاتنا، نتأمل بحالنا وبالعالم، لنرجع نبني علاقتنا بذاتنا وبآخرين، ونكون عم نقرأ الأحداث اللي عم بتصير بهذا العالم بطريقة عميقة، ونتقبل إنه نحن ما قادرين نسيطر على كل شيء بحياتنا، ونشوف نحن عشو بعد قادرين نسيطر. في كمان الشق العلائقي اللي هو كتير مهم.
بمعنى أنه نحيط حالنا بأشخاص إيجابيين، بأشخاص بقدموا لنا هيدا الدعم، ونرجع نبني علاقتنا بأشخاص يمكن هلأ الوقت عم يسمح لنا أكثر نتواصل معهم لو عبر الإنترنت. يعني جربت بهالوقت القصير جاوبك على سؤالك علي، بتمنى أكون عطيت تيبس أو نصائح مفيدة يستفيدوا منها اللي عم يسمعونا. شكراً لك نانسي، شكراً لهذه النصائح القيمة. الأسبوع القادم لقاء جديد وأفكار جديدة وأسئلة جديدة. شكراً.